واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 133 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1005 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 13 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 13530 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9085 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 2545 طن و171 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 60 قضية في مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 404 طن و878 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 2594 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 417 طن و647 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 13 قضية في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت 317 طن و250 كيلو، وضبط 8 قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 108 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 291,101 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 43,553 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3481 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 150 سائقا منهم. كما تم المرور على 135 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 647 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 608 مركبة وتبين مخالفة مركبتين لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 497 سيارة و47 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 12,924 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 343 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85,235 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64,245,285 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 220 قضية، من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و
و98 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 3100 ملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 75 قضية بقيمة مالية بلغت 76,393,387 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,738 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,385,363,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3,352,699 جنيها.